حياكم الله. احنا متواجدين اليوم مطعم هامور الشرق. مطعم هامور الشرق ما شاء الله جميع المأكولات فيه، مشويات وفي المأكولات البحرية وايضا المأكولات حتى الافطار، الريوق مريوق والغداء والعشاء، وفي كبائن بسوق السمك بسوق شرق. كل شيء عندهم عجيب، كل شيء حتى الطعم عجيب. اليوم قدم لنا ضيافة كاملة بالأمانة، راح نقول لكم الأكل وذوق الأكل وطعم الأكل بكل مصداقية، لا فيها لعب ولا فيها الدورة ولا ينقص على العالم ولا نضحك العالم، ولكن راح نجربه. جميع المأكولات البحرية والمشويات والعيوش وريوق غداء عشاء، كل شيء تبونه موجود. صاحب المطعم عنده أهم شيء مصداقية والطعم اللذيذ والنكهات الحلوة ونظافة المطعم والحرص على جميع ما تحبون. كل شيء موجود، هذه الصور وراكم تشوفونها، بحط لكم بعد شوي جميع شيء. حتى الوجبات موجودة، خلينا نجرب الأكل. الله يعطيهم العافية، مطعم هامور الشرق بسوق السمك ما قصروا، يابولنا مطبق زبيدي صراحة وايد، يابولنا مطبق هامور، مرقة هامور مطبق، مربيان، ويابولنا بعد شوربة سي فود، ومطبق موسى ما شاء الله كلهم، وسيباس شوي، وانواع الربيان والقباقب وانواع النكات والطبخات عندهم ما قصروا صراحه. هل هذا عندكم؟ حيل حيل والله يستاهلون. اكلهم اكلهم جد، ما في سفره ولا في ريحه اي شيء، وجميع اكلهم جربوا، انصحكم فيه. مطعم هامور الشرق اكل وايد ما شاء الله ما قصروا. يبون مجموعه تشكيله من الربيان، من المأكولات البحريه، من مرقة السمك، من مربيان، من مطبق زبيدي، الهامور، سيباس، الشوي، ما قصروا. مطعم هامور شرق بسوق السمك، حياكم الله، والله جبار يا جماعه. وهذه بعض المقاطع اللي تشوفونها قدامكم.